السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الخميس 18 أبريل 2019 والساعة 10:45 بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم في إطار رأيي فيما يحدث. ورأيي فيما يحدث هذه الأيام بطبيعة الحال مخصص تماما لما يجري في الجزائر، وإن كان ربما اليوم أي تعرض أيضا بشكل سريع لما يحدث في ليبيا لأنه مرتبط أيضا بما يحدث في الجزائر. أتمنى أن الصوت يصل لإخواني بشكل جيد، خاصة جماعة اليوتيوب وكذلك الفيسبوك. من بين ربما النقاط الرئيسية أو تذكيرا بأشياء حدثت اليوم كما تعودنا في هذه الفترة، وهو أننا شاهدنا ما زالت المظاهرات والاحتجاجات ضد سيدهم السعيد، وأيضا هذا الصراع داخل ما يسمى بلفلان حزب جبهة التحرير اللي أصبح حزب للصوص، كبار اللصوص وكبار المتصارعين على نفوذ فارغ. كان هناك أيضا الطلبة في الجامعة المركزية وشعارات منددة بشدة بما حدث لزملائهم في سعيد حمدين أمس. كما تعرفون سعيد حمدين أمس تعرض الطلبة إلى هجوم سيء بشع من البياري، والسؤال دائما المطروح حول هذا الموضوع: من راه يأمر في البياري؟ من راه يأمر في قوات البوليس وقوات الدرك أن تقوم بما تقوم به حينما تتبرأ وزارة الداخلية، ما يسمى وزارة الداخلية الحكومة، ويتبرأ قائد الجيش، وتتبرأ دي جي اس ان المديرية العامة للبوليس، كل هؤلاء يتبرؤون ثم يصدر القمع. هذا يطرح مشكلة أكبر حتى من القمع، هو من في يد القرار ومن راح يعطي أوامر للقوى لهذه القوى القمعية. إذا كان هناك احتجاج قوي جدا في عدة جامعات، لكن خاصة ربما سمع الصوت أكبر في العاصمة مع الجامعة المركزية. كان هناك أيضا اليوم ظهور مرة أخرى للمدفع الصوتي. المدفع الصوتي هذا مدفع إماراتي بالمناسبة، يعني بأموال الشعب الجزائري، باعونا الإمارات هكذا خردة لتخويف الشعب الجزائري. هذا المدفع الإماراتي، هذا المدفع الصوتي، هذا مدفع الإمارات، طبعا جايبين تكنولوجيا هكذا خليط نظن ألماني مانيش عارف منين، وبيعنهن لينا احنا، يبيعونا الإمارات ولا تبيعنا هي اللي شرحنا عليها السلاح. قطر تبني لنا مصانع والإمارات تبيع لنا السلاح. تخيلوا وين وصل بينا وين وصلونا هذه العصابة، وين وصلتنا في العالم، يعني ميزاننا في العالم. يعني إذا ظهر هذا المدفع، ظهر في ديدوش مراد بقرب من وزارة السكن، ما استخدموهش لكن كان موجود هناك وكانوا للتخويف. وهذا المدفع هذا يثير صداع رهيب جدا، استخدموه قبل أسبوع والناس اللي تعرضوا له قالوا أنهم شعروا وكان الرأس يقتلع أو يقتلع من الجسد. لكن الخبر الجميل هو أن المعلومات اللي عندي تقول ما فيش حواجز، إلا إذا كان عندكم أنتم شيء آخر تخبروني به الآن، أنه ما فيش حواجز لدخول العاصمة كما حدث الخميس الماضي. حواجز الدرك اللي منعت عشرات الالاف من الجزائريين لدخول عاصمتهم، وحتى كانت تنزع الناس العلامات، كانت اللي يلقوا عنده العلم الجزائري ما يخلوش يدخل. تخيلوا وين وصل العبث، يصبح العلم الجزائري تهمة على اساس انك داخل. كان يشوفوا شباب ويشوفوا اللي عندهم علم وكذا ما يدخلوش، ومنعوا عشرات الالاف من الدخول. يبدو انه ما فيش الان الا اذا كان هناك شيء اخر. تواصل أيضا العبث داخل الأفلان والصراعات بيناتهم على من يبقى يأكل في الريع ومن يبقى ينهب. قال بوشوار بن حاوه ما نحاوش، لا ما فيش، الجماعة اللي ضده وعطاه وزارة الداخلية لا ما عطت لهمش. عبث هذا جبهة التحرير رأي كانت شيء عظيم، ورأي هي اللي وحدت الشعب الجزائري من أجل تحرير بلده. يجب أن تعود إلى الشعب الجزائري، هي ملكية الشعب الجزائري، يجب أن تعود إلى ملكية الشعب الجزائري، لأنها جبهة بن بولعيد وجبهة
بن مهيدي وجبهة ديدوش وجبهة بوضياف وجبهة كريم وجبهة كل الأحرار اللي حاربوا في البلاد حتى حينما نختلف معهم بعد أو حتى حينما يرتكبوا أخطاء فيما بعد. هؤلاء وجبهة بوجمع سويداني وجبهة هؤلاء الجبهة لازم أن تعود للجزائريين كل الجزائريين، وهذا مهم جدا حتى يبقى هذاك الشعور العميق بالثورة الجزائرية خاصة، يعني يبقى مهم وأساسي. أنا أشوف الصورة راهي فيجي في اليوتيوب لكن نظن يبقى الصوت يوصلكم، يعني عندنا مشاكل في الموقع، كنا نظن أنه من التليفون فقط لكن واضح أن فيه مشاكل أيضا في الموقع نتاع اليوتيوب. هم راهم يحاولوا بكل طرق، كانوا حاولوا مع صفحة الفيسبوك وحاولوا وما زالت تحت التهديد الغلق ولم يستطيعوا الحمد لله. رانا في معركة معهم من الخلف، مش حاب نحكي لكم عليها كثير باش ما نعطونش معلومات أيضا إضافية، ورام يحاولوا حتى مع اليوتيوب إذا يقدروا يغلقوه، لكن الحمد لله لحد الآن الأمور ثابتة وماشية، لكن تقنيا يقدروا مرات يديروا بعض المشاكل يعني في معرف. فسيستمر الحديث لكن ربما حديث صوتي فقط بالنسبة إليكم مدام يوجد صوت. إذا قلت هذه تاع الأفلان، هذه صراحة شوفوا كاين ربع أحزاب لازم أن تختفي وتختفي بسرعة، وهي الأفلان الأرندي وحزب هذا عمار غول والآخر عمارة بن يونس، هذو يجب أن يختفوا ويختفوا إطلاقا يعني. وحتى هناك أحزاب أخرى يجب أن تختفي، لكن على الأقل هذا الربع اللي كانوا ماشيين مع العهدة الخامسة ومع الكذب وكانوا يأكلوا في أموال الشعب الجزائري، هذا يجب أن يختفوا. بالنسبة للأفلان فقط يبقى كرمز لكل جزائري. كان في معركة أيضا مع سيدهم السعيد كما قلت، نقابيين مصرين على إسقاطه وإسقاط الجماعة الفرامجية اللي حوله، وهما أيضا كمشة من اللصوص ضعهم حوله، نح كل نقابيين الأحرار كل نقابيين اللي كانوا يدافعوا على المواطنين على العمال نحهم، وجاب بعض المرتزقة المرتبطين به واللي هما في نهاية المطاف يعطي لهم الفوتات مما يتلقاه هو من ملايين، لا أقول ملايين الدينارات ولكن ملايين الدولارات واليوروات. راهو الآن أصبح ملياردير وعنده مصانع في فرنسا ومصانع في أماكن ومهرب أمواله. هذا سيدهم السعيد، هذا البائس، هذا يعني رمز من رموز القذرة جدا اللي عرفها الشعب الجزائري. لكن ربما النقطة اللي حتوقف عليها كثيرا هي هذه زياري وبالعيد ومجموعة من هذول اللي كانوا دائما يدورون في حول النظام حول العصابة ويأكلوا من عندها، راحوا تلقاو رئيس العصابة الجديد اللي يسموه عبد القادر بن صالح، وراهم يتكلموا على أساس أن راح تكون لقاءات مع رئيس الدولة هذا كما يسموه، وستبدأ المشاورات وتستمر يعني يوم ابتداء من يوم الحد والاثنين وراح يتلقاو إلى آخره. كل هذه الألاعيب اللي راهم حابين يديروها وحابين تكون لهم فرصة باش إذا استطاعوا يخادعوا الشعب، الشعب راهو فايق لهم إلى درجة أنه يطالب برحيلهم قاع، تتنحوا قاع وترحلوا قاع وترحلوا يعني ترحلوا. كل هذا ما زالوا قاعدين وكأن هذا الشعب معتوه، ولا كأن هذا الشعب متخلف عقليا، وكان هو يقول له هو ديه الواد، هو يقول له محلها عومة يعني. هما ديهم الواد، هما فيه طوفان شعبي، ملايين يخرجون، 20 مليون 24 مليون 15 مليون كل جمعة، ومئات الألاف يخرجون في الأيام الأخرى ويطالبون برحيلهم، وهم جيب بن صالح حط بالعيز نحي بالعيز جيب في النيش خلي بدوي وزراهم مش قادرين يتحركوا من مكاتبهم ولو مرعوبين، ومع ذلك مصرين وكأنهم ينتظروا في حاجة تأتيهم لست أدري من أين، باش يغلبوا هذا الشعب ولا باش يتغيروا عقلية هذا الشعب. الشعب رفضكم في المطلق، هناك رفض مطلق. القضية مش قضية تتعلق بهذا الشخص أو بذاك، لو كان ماهوش رفض مطلق، لو كان بعد ما رحل الرئيس المحنط كما كان وهو وخوه، لو كان الناس دخلت لبيوتها وقال خلاص العهدة الخامسة انتهت وهو راح بوتفليقة، لكن القضية لم تتعلق ببوتفليقة. بوتفليقة كان فقط الشجرة التي تغطي الغابة، الشجرة أكاد أقول الشجرة الملعونة التي تغطي غابة ملعونة من العصابات.
والشعب يريد أن يقتلع كل هذه الأشجار الملعونة من العصابات ويريد رحيلها جميعا. فهذا العبث اللي راك دير فيه بن صالح وهذا الشو أوف وهذا الظهور وكأنكم تعطوا انطباع للعالم مش عارف للعالم الخارجي هم ممكن يتكلموا أكثر مش للشعب الجزائري. لأن فيش حر شريف راح يقبل يتلاقيك يا بن صالح، ما فيش حر وإنسان شريف سيلتقيك، رأوا كل واحد يلتقيك يحترق ويحترق إلى الأبد وسيعتبره الشعب خائن. كل من يتعامل مع العصابة هذه، كل من يتعامل معه سيعتبره الشعب خائن، سيعتبره الشعب على أنه يخون إرادته في الحرية، يخون إرادته ويخون كرامته ويخون عزته ويخون وطنه. وبالتالي هذا الموضوع لازم تنساوه، وطريقة أنكم تجيبوا الوقت حتى رمضان لازم تنساوها. فيه إصرار كامل، تحدي كامل، عزيمة لا تلين، رسوخ ورسوخ قناعات راسخة، رسوخ الجبال ترحلوا، يعني ترحلوا ما فيش نقاش. مرة أخرى أعتذر لإخواني مرة أخرى كثيرا الإنترنت للأسف فرق، ما عارفين الإنترنت رم يضعفوها عموما، ولكن خاصة في المساء وخاصة لما يعرفوا أنه فيه لايف هنا هكذا أيضا، لكن إن شاء الله راكم تشوفوها. ورغم إخواننا كثير ينقلوا على اليوتيوب وكان ناقلينها حتى مباشر، وإن كان أنا طلبت منهم ما ينقلوهاش مباشر على اليوتيوب، لكن ما عليش هكم الآن تستفيدوا على الأقل من هذا الوضع إلى غاية ما نرى في الأمر شيء. يعني إذا قلت هؤلاء اللي رهم مازالوا بن صالح ويلتقي فلان، أي شخص إخواني أي شخص تسمعوا بي التقى بن صالح أو تفاوض معاه أو مع غيره اكتبوا اسمه خاين. أنا غدوة أقترح عليكم أن هذا زيار يرفعوا شعارات، شعار يا زيار يا خاين لست مكلف من طرف الشعب، وهذا واحد اسمه بالعيد أيضا، يا بالعيد يا خاين لست مكلف من طرف الشعب. خونة، خونة من يشتركون ويناقشون من أسماهم قائد الجيش وكبير جنرالات نفسه أسماهم بالعصابة. هذه التسمية لم تعد من عندنا الآن فقط، أصبحت من عند كبير الجنرالات. إذن ارفعوا هذا اللي يلتقوهم، ارفعوا شعاراتهم وندير لهم أكثر من رمطان العمامرة والأخضر، الأخضر كيش يسموها، هذا المرتزق اللي دمر عدة أوطان، الأخضر الإبراهيمي. فحتى على الأقل يغيبوا عن أوجهنا، وإن كان أنا عارف رم يمكرون في الخفاء مع من تعودوا أن يمكروا معهم، ما فيش، لأن مشاورة تعواش لازم يكون هناك تفاوض مباشر ما بين قيادة الجيش أو من يمثل قيادة الجيش ومن يمثل الشعب، باش يستلم الشعب السلطة بطريقة رسمية وتبدأ مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنة، سنة وشهرين، ويرجع الحكم للشعب ويكون الجيش مع الشعب والشعب مع الجيش وجنات الجيش مع الشعب، إذا أرادوا بالفعل أن نمضي وتنجو البلاد وينجو الشعب. أما الحديث الآخر وهذا الوقت اللي تجيبوه بالناس والتقى فلان وجاب فلان، بن صالح مفسد وزياري مفسد، ما هو زياري كان تاعهم لعدة سنوات، وهذا بالعيد كلا في كل الأماكن وغيره وغيره، مش راح نجيبه يعني. وقال لك واحد آخر اسمه ميلود إبراهيمي، هذا ميلود إبراهيمي لا يريد أن يختفي، لا يريد أن يختفي، هذا اللي يزعم أنه محاميا يعني. كلهم يريدون أن يبقوا يدوروا في حول الفتات وحول حول النهب، لعل كاميرا تصوروا له ولا تلفزيون يتكلم عليه هنا ولا. إذن إخواني هذا نحسمها لهم ونفصلها لهم، لا تفاوض لا حديث لا مشاورات لا نقاش مع العصابة، الحديث يكون مباشرة مع كبار جنات الجيش، وكبار جنات الجيش حينما يقولون بصريح العبارة نحن مع دولة مدنية ومع الشعب يقرر مصيره بيده وهاي السلطة للشعب، ويشاركون بطبيعة الحال في ضمان الانتقال الجيد والانتقال السلس للسلطة، والشعب يخرج لهم أبناؤه لإدارة مرحلة انتقالية سواء على مستوى رئاسي أو مستوى مجلس الحكومي الحكومة أيضا، لأن هناك كثير من الأشياء اللي الناس راهي معاناة
وهذه الوزراء الشعب راح يحكم عليهم بأنهم لن يتحركوا من مكاتبهم، لن يخرجوا خارج مكاتبهم. وحتى هذو اللي يسموهم ديبيتي، سمعت اليوم يقولوا بأنه تم الاعتداء على واحدة ديبيتي، ما واحدة ديبيتي. طبعا نحن ضد أي اعتداء مهما كان، لكن أنا استغرب، ما أعتقدش أنه اعتداء، وإنما الديبيتي معروفة في منطقتها ومعروفة بفسادها العارم دون أدخل في التفاصيل، ولا تسمحوا لا الديبيتي لا النائب لا تعسينا كما يسموه لا تعمل الشعبي، لا هذو كلهم من لصوص العصابة. يجيكم قل له روح لدارك، روح لدارك، الشعب الآن هو يتكلم. اكليتونا 20 سنة وانتم تنهبوا وتاكلوا وتخربوا وتفسدوا وتديروا في ليزافير وتكسروا في البلاد، انتهى. لا ديبيتي لا والي لا وزير لا رئيس دائرة والو، قعدوا في مكاتبهم في أفضل الحالات، ولو كان جاءوا شرفاء وفيهم ذرة شرف يستقيلوا ويروحوا بديارهم حتى يقوم حكم الشعب. ظنوا أنتم باللي الجزائر مش قادرين يخرجوا بعد 5000 ولا 10000 واحد يديرون الدولة؟ الجزائر فيها ملايين العقول اللي قادرة تدير الدولة وتديرها بأفضل ما يكون. في نقطة أيضا أخرى وهي الدور الفرنسي الآن، حبيت نضيفه الآن. راكم تشوفوا شو يحدث في ليبيا، اللي راهم متابعين باختصار بسيط، اللي راهم متابعين معارفين، اللي مش عارف متابعين لخصت لكم الموضوع بشكل سريع جدا. ذكرني واحد الآن قال لك صحيح احنا اليوم رانا 18 أفريل. 18 أفريل هذا بالنسبة لينا احنا في 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 حركة رشاد، هذا هو يوم إعلان حركة رشاد قبل 12 سنة. وحركة رشاد بعض الناس كثير يغلطوا ويعتبروها وكأنها حزب سياسي. أنا فاهم الناس علاش تكره الأحزاب السياسية، أنا فاهم، لأن الناس شافت الأحزاب السياسية هي هذه أحزاب تبكي مع الراعي وتأكل مع الذيب إلا من رحم ربك يعني، وصرتوا شافوهم يشاركوا في برلماناتهم في ولاياتهم وبلدياتهم فكرهتهم الناس كلها. حركة رشاد راهي مش حزب بالمعنى حزب سياسي، حركة رشاد راهي حركة مقاومة. وقالت حركة رشاد منذ البداية أنا لا تطلب اعتماد ولا تريد اعتماد ولا تقبل اعتماد، وإن لأن ما عندناش حكومة، عندنا عصابة، وهو كبير جنرالات يعترف بها الآن. وحركة رشاد قالت من اليوم الأول أنها تريد تغيير راديكالي جوهري شامل عن طريق الثورة الشعبية السلمية، هذا موجود في ميثاقها قبل 12 سنة، هذا خرج صدر قبل 12 سنة، كتبناه قبل 14 سنة وخرج بعد قبل 12 سنة. إذن حركة رشاد يا إخواني راهي ماهيش حزب، حركة رشاد راهي حركة قالت تعيد الكلمة للشعب. وما زال داخل الحركة الناس قلنا بعد ما ترجع الكلمة للشعب ويصبح الشعب سيد ومصيره يقرر بيده، تشوف الحركة إذا تبقى وتتحول إلى تنظيم سياسي يسعى هو أيضا للسلطة أو تحل نفسها. أنا فيما يخصني شخصيا وقد أعلنت ذلك أني سأبتعد عن السياسة وعن السلطة، وسأساهم بطريقتي فيما يعرف بـ empowering the society، تقوية المجتمع. وراني نعاود نرجع لإخواني، ورا الحمد لله بدأت تصل كثير من الأفاضل قالوا راهم معايا في المشروع اللي كنت تكلمت عليه قبل حوالي 3 أسابيع، وهو مشروع إنشاء جمعية خيرية، منظمة خيرية إن شاء الله تكون على مستوى عالمي لتشتغل في الجزائر، وإذا أردتم تشتغل في المنطقة المغاربية، نضموا له حتى الأطفال في المنطقة المغاربية إن شاء الله. من بعد في رمضان هذا سأشتغل على وضع، وأنا في رمضان حب نشتغل صراحة، يعني هو أكثر الشهور بالنسبة لي اللي أشعر فيه بالعطاء وأشعر فيه بالصفاء الذهني والفكري بشكل هائل يعني. فأنا سأضع بعض الأمور، والإخوة اللي عندهم خبرة في إنشاء الجمعيات المنظمات الخيرية يبعثوا لي ويتصلوا بي إن شاء الله، وإن شاء الله مع نهاية رمضان نبدأ نضع الأسس لهذا، لأن يعني متوقع أن إن شاء الله الشعب الجزائري يبدأ يسترجع إن شاء الله نفسه في هذه الأسابيع القادمة، وتأتي ربما حكومة وإن شاء الله هكذا نمضي إحنا لعمل آخر، وهو أن نكون مع الشعب، وأن نكون أنا خاصة قضية الأطفال تأثر فيها كثير، أطفال اليتامى، الأطفال المعاقين، الأطفال اللي عايشين في أسر ما عندهاش يعني فقراء جدا، الأطفال كل هؤلاء وأنا عارف أنهم بالملايين في الجزائر. فإن شاء الله بإذن الله
مع الأحرار، مع الشرفاء، مع المخلصين، مع الخيرين، سننشئ منظمة، ستكون منظمة كبيرة وكبيرة جدا، وستخدم الملايين من الناس بإذن الله. اليوم أيضا نتذكر، وذكرني واحد من الإخوة، أنه 18 أفريل هذا اليوم هو اللي قتل فيه أول قتل فيه أخونا رحمه الله ماسينيسا، اللي قتلوه وقالوا في البداية 18 أفريل 2001، وقالوا في البداية أنه فوايو، وأنه اعتدى، وأنه كذا، وكذبوا على الناس، مما أثار الناس في المنطقة تيزي وزو وبجاية بشكل أساسي ضد ما قيل، وضد الكذبة الكبرى باتهام طالب كان في الثانوية قتل دركي، وأصبح هو المتهم بدل من أن يكون، ونعرف ذاك الوقت تصريح السفيه زرهوني اللي كان وزير الداخلية يومها. فهذا أيضا يذكرنا بذلك اليوم. إخواني، دائما كي تحدث حاجة في منطقة أخرى ولا في منطقة معينة، لازم كل المناطق الأخرى تتعاطف معها، لأن إحنا شعب واحد وإحنا بلد واحد. حتى كل واحد يشعر دائما أن هذه الجزائر ينتمي لها كلها، وأن كل شعرة، كل شبر في الجزائر هي نتاعه، ما يشعرش أي واحد أنه بالغربة وبأن هذه المدينة مش نتاعه، ولا بهذه المنطقة مش نتاعه. لا، هذا البارح كنت نحكي لكم على سي الجلالي بوجمع سويداني اللي هو من قالمة ومات في مزافران، وعميروش اللي هو منطقة قبائل ومات هو وسي الحواس، وسي الحواس من الشاوية وماتوا في بوسعادة، وهكذا. الثورة الجزائرية ورجال الجزائر ما كانوش يفرقوا ما بين منطقة أو بلاد، وما ما فيش. رحم الله كل إخواننا من منطقة القبائل اللي ماتوا ظلما وقهرا، وكانوا أكثر من 126 شاب، وجرحوا بالمئات وبالآلاف قبل أن يعترف النظام. بعدها اعترف النظام بعدها أن صح كان خطأ نتاعه، وبدأ يتراجع. لكن حينما بدأ يتراجع قال لهم جيبونا اللي يمثلكم، جابوا اللي يمثلهم، بعد شراوهم قاع، وراكم تعرفوا عبريكا وصحابه. ولذلك احنا قلنا منذ البداية لن يكون هناك تمثيل للحراك وللثورة هذه إلا حينما نتأكد أن العصابة تريد أن ترحل، حتى لا يتم الضغط ترغيبا أو ترهيبا على من سيمثل الشعب. حينما يثبتون ويعلن قائد الجيش أنه مع دولة مدنية ومع تسليم السلطة إلى الشعب، ذاك الوقت يخرجون لهم الرجال والنساء بإذن الله. إذن باش نرجع للموضوع، وهو موضوع فرنسا. فرنسا وليبيا وحفتر والإمارات. القصة اللي تفرعت، يعني القصة اللي سامحوني، الناس اللي راهم متابعينها ما عارفين حفتر هذا واحد مجرم وبسيكوبات وعنده مشاكل نفسية، وكان عاش طول عمره عند السي اي اي اللي داته من الثمانينات، كان مع القذافي في 69، داروا الانقلاب، ثم دار عليه القذافي وارسلوا الى تشاد في حرب ظالمة، ثم انقلب هو واصبح خائن وراح عند الامريكيين، وبقى عند الامريكيين مدة 30 سنة تقريبا من منتصف الثمانينات الى ان جات الثورة الليبية، فعاودوا جابوه ودخلوه باش يدمر الثورة الليبية، وراه يقود الان الثورة المضادة. وبعد أن دمر المنطقة الشرقية خاصة بنغازي وقتل منها الآلاف، ودرنا وكل منطقة الشرقية بمساعدة نتاع عسكر مصر، ومراء الإمارات، ومراء السعودية، فرنسا، ودخلت الروس مؤخرا منذ سنة وسنة ونص. هؤلاء هم اللي ساعدوه، كان دول غربية أخرى ساعداته لكن بشكل أقل، لأن المهم بالنسبة لهذه الدول كلها تريد أن تبقى الشعوب محكومة بالرونجيرس، ومحكومة بالمخبولين المهبولين البسيكوبات. هو عمره أكثر أصلاً، أكثر من 76 سنة يعني. فهي تريد هذه المنطقة وهكذا باش تبقى ليبيا تنهب إلى آخره. لكن فمش فقط ليبيا، لأن هذه الهجوم الأخير اللي على طرابلس واللي أدى إلى مقتل أطفال ومقتل، يعني العالم راهو مقلوب من طرف حفتر، الآن اكتشفوا أن جزء من اللي عاونوا فيه فرنسيين، وراكم شفتوا واش حدث في تونس اللي راه يتابع، أن تونس القتل القبض على فرنسيين مسلحين، وحي الله الوزير الدفاع التونسي اللي مضى، وإن كنت أنا نظن باللي هذا المرة مضى بدعم أمريكي، لأن كان خلاف أمريكي فرنسي حول قضية حفتر الآن، فربما الأمريكيين دعموا
وزير الدفاع التونسي وقالوا له ألقي عليهم القبض، ربما حتى هما اللي أعطاهم المعلومات، لأنه باش نظام السبسي هذا اللي حاكم في تونس يلقي القبض على عناصر مسلحة فرنسية كانت تقوم بمساعدة حفتر المجرم، هذا غريبة شوية يعني. لكن ربما في خلال التنافس والصراع اللي قائم الآن ما بين الفرنسيين وغيرهم من الغربيين، هناك صراع قوي جدا ما بين فرنسا وإيطاليا، إيطاليا مع حكومة السراج وفرنسا مع حفتر، ودخلت الآن ألمانيا وبريطانيا وأمريكا منزعجين من حفتر، لأن حفتر دار لهم مشاكل كبيرة، متهور ومجرم وقتال، فهما كانوا يحبوا الأمور تمشي تحت لتحت، فإذا به حفتر يخرب لهم، وخرب لهم علاش؟ بناء على توصيات واستشارات عسكر السيسي وأمراء الإمارات وأمراء السعودية. حفتر كان قبل شهر في السعودية ادى أموال ضخمة باش يقوم بهذه الحملة ضد طرابلس، ويقصف في أحياء طرابلس، يعني حي بوسليم هذا نعرفه مليح، يعني حي شعبي كما نقولوا احنا الحراش، يقصف فيه ما فيش نقاش، يقتل في الأطفال والنساء وعنده طائرات عاطينهم له المصريين والإماراتيين يقصفوا والفرنسيين يعاونوا فيهم. فالمهم هاي خلوطة هناك، فرنسا داخلة وحفتر يريد أن يسيطر على طرابلس، وسيطرت حفتر على طرابلس كانت ستعطي فرصة للإمارات باش يبدأ وكأن هناك تهديد، لأن النظام هذا يحتاج، العصابة تحتاج إلى تهديد خارجي، وبعض خاوتنا سمحهم الله سواء عن غفلة أو عن غباء قاعدين يتحدثوا على التهديد الخارجي والتهديد الخارجي. التهديد الخارجي مش موجود، لأن مادام العصابة هذه موجودة العالم كله عجباته. التهديد الخارجي راح يكون لما تكون هناك حكومة وطنية حقا، حكومة في خدمة الشعب الجزائري حقا، حكومة لإدارة الجزائر حقا، لاستقلال الجزائر حقا، ثم يجي التهديد الخارجي. أما الآن هذه حكومة، عميلة، هذه عصابة، وهي كانت تنهبنا وكل الدول كانت تنهبنا، علاش يهدوها؟ أي هدوا الشعب ممكن فيما بعد، لكن الشعب الحمد لله مسالم، وسلميتنا ستستمر اليوم وآد وغدا وإلى الأبد بإذن الله. هذا هو السلاح الأقوى، أقوى من مدافعهم، أقوى من رصاصهم، أقوى من ذبابهم، أقوى من إذاعاتهم، كيدهم، كل شيء. بالمناسبة راهم استولوا على عدة صفحات في الفيسبوك، إما رغبة كان يعطاهم دراهم وصلت حتى 500 مليون على حسب بعض المصادر، ومرات كانوا يطلبوها بالأورو وقالوا لي أن مرات وصلت حتى 40,000 أورو ما يعادل 800 مليون أو يزيد، ومرات كانوا اخترقوا الصفحة ودوها. ولذلك راكم شفتوا عدة صفحات اللي كانت يعني تبدو وكان مع الشعب مقلبت ولات مع العصابة، هذه فقط بين قوسين نفتح لكم عليها. إذا قلت ما يحدث الآن في طرابلس يهمنا، لأن هزيمة حفتر واللي راهي إن شاء الله في الطريق ستكون هزيمة مدوية للإمارات ولفرنسا وللسعودية في الجوار نتاعنا في ليبيا، لأن الهدف نتاع الإمارات ونتاع السعودية ونتاع السيسي هو إفشال الثورة الجزائرية، الحراك الجزائري، وهم يحبوا يفشلوا ثاني الحراك السوداني، يعني جنرالات اللي راهم الآن في السودان تاعهم، بالرغم أن الشعب الحمد لله في السودان راهو فايق يعني راهو يضغط. ففشل حفتر سيؤدي إلى لطمة كبيرة على وجوه الإمارات. وبالمناسبة إخواني لا تنسوا غدا شعار اقطعوا العلاقات مع شيطان الإمارات، اقطعوا العلاقات مع أمراء الإمارات، لا نريد الإمارات في أرض الشهداء، هذا مهم جدا، رأي كتبة الصحافة العالمية على الموضوع هذا واستمروا فيه، لأن هذه الإمارات راهي تقوم بعمل تخريبي هائل، خاصة مع سيطرتها على ميناء الجزائر وميناء جنجن وعلى شركة البترول وعلى صاحبهم شيبان هذا اللي عاطينه سويت رويال في شيراتون ويشري في الذمم من الناس. ربما أنا دخلت لكم كثير من المعلومات، لكن هذه مهمة يعني الإنسان يقدر يعود يسمعها على راحته ويلقى شوية بعض المعلومات اللي راح نفصل فيها. ولماذا تريد فرنسا أيضا السيطرة عن طريق حفتر على طرابلس؟ أولا لأنهم يريدوا حاكم عسكري، وحاكم عسكري سهل التحكم فيه، خاصة إذا كان واحد مجنون مثل هذا ومريض نفسي إلى آخره وقتال يعني. والأمر الثاني أنه ممكن يوجهه لتهديد الجزائر فيما بعد، فبدل ما الجزائريين يطيحوا العصابة اللي عندهم يولوا يهتموا بالدفاع على بلادهم، لا
لان في خطر خارجي، وهذا الامارات اللي تحب تديره، تحب تقول بلي عندكم خطر خارجي، هو خطر موهوم، لان تحب تنقذ العصابه الموجوده الان. والامر الثالث واللي هو استراتيجي بالنسبه للفرنسيين، فرنسا بالك اني تحدثت عليه قبل قليل لما كنت في اللقاء نتاع برنامج حوار لندن، فرنسا ما زالت عينها على الجزائر. فرنسا راهي مسيطره على تقريبا كل الدول الافريقيه المحيطه بالجزائر، وحتى اللي شويه بعيد من جنوب من وسط افريقيا، هذه الافريق سنترال، هذه الى تشاد، الى النيجر، الى مالي، الى موريتانيا، الى بوركينا فاسو، الى بلدان اخرى. راهي فرنسا مستعمرتها استعمار طريق غير مباشر، واحيانا مباشر، يعني في تقريبا في كل هذه الدول يوجد تواجد عسكري فرنسي. وفرنسا كانت تستعمر في القرن العشرين، كانت تستعمر جنوب الليبي وعاصمته سبها. طبعا انا اعرف هذه المواضيع لاني اشتغلت في ليبيا وعرف التفاصيل كلها لما كنت نائب سفير هناك. وفرنسا دائما في ذهنها، وراني تكلمت على الموضوع هذا قبل 10 سنوات وتكلمت عليه كثير، دائما في ذهنها النظر الى كيف تعود الى الصحراء الجزائريه والهيمنه على الجزائر. ما دام كان كاين بوتفليقه وفتح لهم الاجواء وفتح لهم كل شيء، كانت الامور ماشيه. الان بالنسبه اليهم، العوده الى الصحراء الجزائريه والعوده الى وضع الجزائر تحت هيمنتهم مهم جدا. وكيف يتم ذلك؟ عن طريق السيطره عن سبها. سبها تقريبا مش بعيده عن الحدود الجزائريه، وبعدين يسيطر على غدامس اللي هي على حدود الجزائر الى اخره. وهنا في هذه المنطقه، في هذه الصحاري، توجد المياه، يوجد البترول، يوجد الغاز، يوجد الان الذهب، توجد مواد اخرى هائله. في اطار الصراع اللي قائم امريكي صيني فرنسي، فرنسا لا تريد ان تفقد هذه المناطق، لان فرنسا حينما تفقد هذه المناطق تبقى تضعف، وتضعف بشكل كبير، تضعف بشكل كبير. فهذه المعركة في طرابلس تهمنا بطريقة مباشرة، مثل المعركة اللي في مالي تهمنا بطريقة مباشرة. وراكم شفتوا خاوتنا في مالي كانوا انتفضوا قبل أسبوعين لما أو قبل 10 أيام لما سقط بوتفليقة، انتفضوا ضد التواجد الفرنسي الاستعماري الفرنسي. وفرنسا تعرف أن إذا تحررت الجزائر وعاد الحكم إلى الشعب الجزائري، فإنها ستفقد هذه المناطق كما حدث في الخمسينات حينما انتصرت الثورة الجزائرية. اضطرت فرنسا أن تخرج تقريبا من كل استعماراتها الإفريقية، وفي يوم واحد أعطت 12 دولة أعطتهم الاستقلال. ها هي المعركة. هذا موضوع إن شاء الله تكون لي فرصة ونزيد، باش ما نطولش عليكم الآن، خاصة أني جيتكم متأخر، فإن شاء الله نزيد نتحدثوا عليه. لكن غدا إخواننا الشعارات تكون قوية وواضحة، وأنا أقترح أن تكون شعارات أيضا موجهة لقايد صالح، لكن دون أن تكون متهجمة، يعني تكون تقريبا تذكير له، لأن خطابه الأخير يبدو فيه أحيانا وكأنه يقول بالله مع الشعب واوا. إحنا طبعا للشعار اللي نرفعوه له غدا أساسا قايد صالح نريد أفعالا لا أقوالا، وقايد صالح كفى أقوالا نريد أفعالا. هذه من الشعارات اللي ترفع، لكن خلونا معليش نزيدوا حتى الغدوة بعد غدوة، لعل وعسى يكون عنده الشجاعة هو والجينات اللي معاه باش ياخذوا القرارات الصحيحة في صالح الوطن وفي صالح الشعب. لأن يعني في النهاية ما نريده هو هذا، هو نجاة الوطن والشعب، وليس لدينا مشكلة مع هذا وذاك. أنا بالعكس ذهبت أبعد من ذلك واقترحت حتى أن تعطى لهم حصانة. إخواني، هناك شيء استراتيجي نذكركم به مرة أخرى، وحدة الشعب، وحدة الوطن، ووحدة القوات المسلحة وفي مركزها الجيش، هذا يجب أن يكون هدف استراتيجي لنا دائما، لأن بهذه الوحدات، بهذه الوحدة لهذه الأطراف الثلاثة، ستقوى الجزائر وستعود الجزائر قوية بإذن الله. والسلمية مهما كانت الاستفزازات هي شعارنا الذي لا نتخلى ولا نعود عنه أبدا، وسنذكر به دائما. وكما قلت الشعارات ترحلوا، يعني ترحلوا. وشعار آخر نذكروا فيه، لما بعد ما قاموا لأخواتنا اللي عراوهم في الكوميسارية
تاع المجرمين عار عليكم مس كرامة الجزائريات، عار عليكم ال 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 هذا العمل اللي عملته، عار عليكم، ارفعوا لهم هذه الشعارات مهمة جدا باش ما يزيدوش يفعلوها، وعار عليكم الاعتداء على الطلبة داخل الجامعات. وانا نحيي اليوم حقيقة مدير الجامعة سعيد حمدين، لأنه قال أنه لم يدعو أي طرف لدخول الجامعة، على الأقل وضح لنا من أنه ليس هو، وأن الدخول هذا تاع البيري جاء من أطراف أخرى، مهم جدا هذا، فنحن نشجعوه، لأن أي واحد يقوم بعمل جيد لازم نشجعوه، هذا الأصل في الأشياء، إن أحسنوا قلنا لهم أحسنتم، وإن أساءوا قلنا لهم أسأتم، وواجهناهم وعارضناهم وقاومناهم. حياكم الله أخواني، وعلى بركة الله في الجمعة التاسعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.